على وقع النشيد الوطني توافد اللبنانيون إلى متحف سرسق الشهير بعد أن أعيد افتتاحه من جديد للفن الحديث. هذا القصر الذي بني إبان الحقبة العثمانية لأحد الأرستقراطيين فتح أبوابه في ستينات القرن الماضي كمتحف لعرض أهم الأعمال الفنية التي ازدهرت في تلك المرحلة ليتحول معلما تراثيا بعدها حوى لوحات تشكيلية وصورا فوتوغرافية نادرة. صرح استطاع الصمود أمام كل موجات العنف التي عصفت بالبلاد فشكل بذلك أملا لدى البعض. وإن شاء الله هالبداية هيدي تنعكس إيجابيا على البلد ككل. أما البعض الآخر فرأى فيه مرآة للشعب اللبناني الذي يواجه تحدياته بالفن وحب التغيير. كتير حلو، يمكن بالنسبة لي أنا المظاهرات والمعرض اليوم بيمشوا بنفس الاتجاه، ما بيتناقضوا، اثنيناتهم عم بيقولوا إنه بعد ببيروت في أمل وفي أكيد إرادة وناس عم تشتغل لحتى تعمل مدينة أحسن. صرح تاريخي طبع أذهان اللبنانيين لمدى عقود فأصبح ملتقا لهم يعكس تطورهم الثقافي. جيلان فطيري، العربية.